يما في ايه؟ اطلع عيب بالموبايل يا والله العظيم لسه بايعه. طب اطلع عيب بالمحفظه. ما انا ما بشيلش محفظه. شلش محافظ ليه يا؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه يا؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظه في البيت. اه ايه بتفتش ليه؟ وكمان هتقولي معكش فلوس ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء. وبعدين انا هخبي عليك ليه؟ اسم الكريم ايه؟ همام. عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام، شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. عيل بقه ربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكش راجل. ولا ما عاد انت يا كبير، ما عاد انت. انا بحسب. لا ما تحسبش.